حل آخر إذا معك حلول للوضع الاقتصادي، نشتي حل خارج الصندوق إذا معك أفيدنا. بضرورة عدم تخزين الدولار وشراء الدولار وتخزينه أو يعني الاستفادة منه، بل يستفيد أنه يشتري له بيض كمية من البيض لأنها لهذه القيمة أكبر، وقد ربما يدفع بورصتها أكثر. أيوة يخزن البيض بدل الدولار، يا سلام سلم. إحنا قلنا حل خارج الصندوق، بس أنت جالس داخل صندوق البيض ما خرجت. شوف شوف حل آخر، كيف يخزن بدل الدولارات يخزن بيض؟ تنفع الفكرة يعني؟